كل ديكسيونير طب فيتير. يلا سلام عليكم، هذا يعني كرال بترول مراسل فيز تسمعليز. نزلنا اليوم إلى شارع التوسي وبحثنا عن معنى كلمة الفرصاد. يلا ما معنى كلمة الفرصاد؟ هاتك التقرير. يلا سلام عليكم، انتبهوا وفزوا وتسمعوا العزوا وما في مشكل. يلا سلام عليكم. إذا يا حصان ظهر لي نوع متاع حصان. ما عنديش فكرة السر وين متاع الترزي هذا. نعرش كبوت ستزور كيف شوز كينا يزي سبا. نعرش حتى الكلمة ما نعرش عربية معناتها عربية. لا لا بالقرية زملة زملة منيش خاري زملة سمح. والله مر علي الاسم الفرصاد. الفرصاد كوكب ليه عنده علاقة بالحرب؟ عنده علاقة فيش احتمال ما فيش تبع بالمرساد زعما الفرساد. الفرساد الفرساد يضر الجيوش وجنوب افريقيا. فرساد حيوي حشرة حشرة. ما ينجم يكون كان مرض هذا فرسان هذاك جماعة فرس ما فرساد. ايه ما تحكي ليش لنهز بالسود. كل عبد بالله أعز عيش احنا توا عايشينها نيتلو في العلوش بخمسة نفرن الخضرة أرخص خضرة هو أرخص عق دبوس اليابورتة وخليطة تسعمية يوفى الحديد برا عايش يا ربي معك. الزعيون راهم شابوا فيا كانوا خيا يهنا ندبهم. فراسة جاي من كلمة فراسة. فرساد ايش جي كان فرساد معنا جينا فساد نجم يقولنا ماركة متاع لبسة كما فرساجي. اما فرساد جمعة متاع البوتيكات وكل دار فرساجي معنا فرساد فرصة وستاد معنا اجيتو فرصة مش استاد. فرساد هذي اول مرة في التاريخ اللي نسمع بها تو قديش عمري 51 سنة اول مرة نسمع بها فرساد هذي. اقرب تحليل بالنسبه لينا تاع الطفل الصغير الفرصه فرصه وباش يصطاد. كان شفت هذوكم قدام مكتب خالتين عليا قسما بالله مينيموم 300 واحد يتجرى ورايا كوليج ولا شنو كوليج بيلوتي. اي به شنو هي معنى كلمه فرصاد؟ الفرصاد الفرصاد هو المانيكور